بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الورد والياسمين، ازيكم يا حلوين؟ مستمرين لسه في حصص تعلم كتابة حروف الهجاء للمرحلة الابتدائية، والنهاردة معايا حرفين، هما حرف الفاء والقاف. رددوا معي: فاء فاء فاء، قاف فاء قاف. مرة كمان: فاء قاف فاء قاف قاف قاف. بجيبها من زوري كده: قاف فاء قاف. آخر مرة: فاء قاف. طيب، كيف سنكتب هذين الحرفين الجميلين؟ انظروا إلى هذا الحرف، وهو حرف الفاء. ما اسم الحرف؟ حرف الفاء. كيف سنكتب حرف الفاء؟ انظروا معي: دائرة صغيرة فوق السطر، شرطة صغيرة أيضا فوق السطر، خط مستقيم وسنة، وفوق الحرف نقطة. هيا نكتب هكذا. انظروا إلى يدي، أهو خمسة صغيرة أو دايرة صغيرة فوق السطر هكذا، بعدين سنة أوقفها على السطر، خط مستقيم على السطر، وسنة بسيطة فوق السطر، ونضع فوق هذه الدائرة نقطة. ما اسم الحرف؟ حرف الفاء. مرة كمان: دائرة صغيرة فوق السطر، سنة بسيطة على السطر، خط مستقيم وسنة كمان على السطر، ونضع فوق الدائرة نقطة. ما اسم الحرف؟ حرف الفاء. ما اسم الحرف؟ حرف الفاء. هيا نكتب حرف الفاء مرة ثانية. ها يلا قولوا معايا: دائرة صغيرة فوق السطر، سنة بسيطة على السطر، خط مستقيم وسنة كمان، وفوق الدائرة نقطة. ما اسم الحرف؟ حرف الفاء. يلا نكتبه مرة واحدة أهو: دائرة صغيرة، سنة بسيطة فوق السطر، وأمشي خط مستقيم وسنة كمان، وفوق الدائرة نقطة. ما اسم الحرف؟ حرف الفاء. يلا نكتبه مرة ثالثة. ها يلا قولوا معايا: دائرة صغيرة فوق السطر، سنة صغيرة على السطر، خط مستقيم وسنة كمان، ونضعه فوق الدائرة نقطة. ما اسم الحرف؟ حرف الفاء. فاء. رددوا معي: فاء فاء. آخر مرة: دائرة صغيرة فوق السطر، سنة بسيطة على السطر، خط مستقيم وسنة كمان، ونضع فوق الدائرة نقطة، واسم الحرف هو حرف الفاء. هيا نقرأ معا هذا الحرف الجميل: فاء. مرة كمان: فاء فاء فاء. علي صوتك: فاء فاء. آخر مرة: حرف الفاء. ما اسم الحرف؟ حرف الفاء. فاء فاء. طيب، حرفنا الثاني لهذا اليوم هو حرف القاف. نفس الطريقة، ننظر إلى حرف القاف. هذا هو حرف القاف، أهو نفس القصة: دائرة صغيرة فوق السطر، سنة بسيطة على السطر، وننزل بخط منحني ونقطتين. اسم الحرف: حرف القاف. ما اسم الحرف؟ حرف القاف. هيا نكتب هذا الحرف الجميل، أهو دائرة صغيرة فوق السطر، وننزل أهو نصف دائرة هكذا، ونضع فوق الدائرة الصغيرة نقطتين، واسم الحرف هو حرف القاف. يلا كمان أهو دائرة صغيرة فوق السطر، نصف دائرة هكذا على السطر، ونضع فوق الدائرة الصغيرة نقطتين، واسم الحرف هو حرف القاف. ما اسم الحرف؟ حرف القاف. يلا مرة كمان أهو دائرة صغيرة فوق السطر، أهو
نصف دائرة على السطر، ونضع فوق الدائرة الصغيرة نقطتين، واسم الحرف هو حرف القاف. ما اسم الحرف؟ حرف القاف. يلا كمان، ها، دائرة صغيرة فوق السطر، نصف دائرة هكذا على السطر، ونضع فوق الدائرة الصغيرة نقطتين، واسم الحرف هو حرف القاف. ما اسم الحرف؟ حرف القاف. يلا مرة ثالثة، هكذا دائرة صغيرة فوق السطر، نصف دائرة هكذا على السطر، ونضع فوق الدائرة الصغيرة نقطتين، واسم الحرف هو حرف القاف. آخر مرة، دائرة صغيرة فوق السطر، نصف دائرة هكذا فوق السطر أيضا، ونضع فوق الدائرة الصغيرة نقطتين، واسم الحرف هو حرف القاف. قاف، علي صوتك لو سمحت. قاف قاف، نردد معا هذا الحرف الجميل، قاف 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 قاف. نشوف الحرفين اللي درسناهم مع بعض اليوم، وهما حرف الفاء وحرف القاف. رددوا معي، فاء قاف. مرة كمان، فاء قاف. آخر مرة، فاء قاف. زي ما احنا متعودين، هسيب لكم ورقة عمل بعد الفيديو للتدريب على كتابة هذين الحرفين، وإن شاء الله لو عجبك الفيديو ياريت تعملي لايك وشير علشان الفيديوهات تنتشر لأكبر عدد ممكن يستفيد إن شاء الله، وأشوفكم فيديو تاني قريب جدا بإذن الله. باي باي.